شهرتها ليست فقط لأنها صاحبة أجمل صوت، ولكن لأنها أيضاً ماتت بطريقة غامضة لا تزال لغزاً حتى الآن. اسمها الحقيقي أمال إسماعيل فريد الأطرش، واسم الشهرة أسمهان، من مواليد عام 1912، سورية الأصل، لكنها اضطرت للسفر إلى مصر مع أمها وهي طفلة بعد انطلاق الثورة السورية الكبرى. واجهت والدة أسمهان ظروفاً عصيبة اضطرتها للعمل في الأديرة والغناء في الأفراح، إلى أن ابتسم لهما القدر، واكتشف الموسيقار داود حسني موهبة أمال لتنطلق في عالم الغناء باسم أسمهان. تزوجت من الأمير حسن الأطرش في جبل الدروز وأنجبت منه طفلة، إلا أن خلافات عديدة أنهت هذه الزيجة لتتزوج بعدها من المخرج أحمد سالم. وبعد انفصالها عنه طالتها شائعات كثيرة عن حبها للصحفي محمد التبعي، إلا أن أكبر شائعة في حياة أسمهان هي تعاونها مع الأجهزة الاستخباراتية بين الحرب العالمية الأولى والثانية. في 14 من يوليو سافرت أسمهان للحصول على راحة من تصويرها فيلم غرام وانتقام برفقة مديرة أعمالها، وشاء القدر أن تنحرف السيارة عن مسارها وتسقط في درعة عند مدينة طلخة لتفارق الحياة عن عمر ناهز 32 عاماً. وقيل وقتها إن الحادث مدبر من مخابرات دولية. كانت قد قدمت للسينما فيلمين فقط، انتصار الشباب وغرام وانتقام، الذي رحلت قبل أن تنتهي من تصويره.